اخبار اليوم ونعمل مشروع اثري مع بعض، الجامعه زائد وزاره الاثار زائد المحافظه، وتاخدوا حق انتفاع بنسبكم، وانا اللي ادير الاثار. طبعا ما حدش يعرف الاثار خالص. طبعا الجامعه ممكن تدخل كمان في التنصيب على الاثار، في اجهزه عندك كليه اثار، عندك قسم خلاص، ممكن كمان في ترميم الاثار. ده موضوع تاني بتقنيات. لا ده سهل، ده موضوع ده اثار تل الفرعون كلها اللي مكتشفها وفد من كليه الاداب بجامعه. انا بس لا مش بس ما نخرجش من الحديث الاساسي. ده واقف يا فندم، لو حضرتك النهارده عندك سيوله ماليه، حضرتك والمحافظه تخشوا معايا، يبقى مشروع مشترك بيننا احنا الثلاثه. ده يبقى كده سياسه قويه جدا، ان احنا مؤسسات بتختلف. ارجوك وانا مرحب من عندنا، وتاخدوا حق انتفاع. احنا عندنا خلاص مع ده لا يمكن يكون 14. الحاجات اللي احنا شايفينها لا حضرتك، البترين غاليه جدا، الاضاءه غاليه جدا، العود ب 14 نعم، العود ب 14 مليون، العود ب 14 ده اللي فات اللي جاي. لا ده رقم لو كان ما اندفعش لسه. انا عليه كده شفت تاني، انا شاك ان في حاجه مقاول عمل حاجات من 92 ومستخلصات ما يخرجهاش لغايه. طب هو شغال ازاي؟